اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اهميه الدور الذي تطلع به السلطه التشريعيه بمملكه البحرين ضمن الاتحادات والتجمعات المعنيه بالشان البرلماني والتعاون معها بما يحقق المصالح المشتركه ويعبر عن التطلعات تجاه القضايا الاقليميه والدوليه جاء ذلك لدى استقبال معاليه للسيده جابرييلا بارون رئيس الاتحاد الدولي البرلماني حيث نوه عليه بالدور الفاعل لأصحاب السعادة الأعضاء المشاركين ضمن الاتحاد وتبوئهم مواقع قيادية ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه السلطة التشريعية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كما بين معالي رئيس مجلس النواب اهتمام المجلس بالقضايا التي يبحثها الاتحاد البرلماني الدولي والاعداد للمشاركه في اجتماعاته باوراق عمل تتضمن اراء وتوجهات المملكه تجاه المواضيع التي تثار في اللجان الدائمه منوها بزيارة السيدة جابرييلا بارون للمملكة واطلاعها عن كثب على ما تشهده من أمن واستقرار وتطور وازدهار في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ناقشنا بعض القضايا التي تهم البحرين وتهم دول المنطقة وتهم دول العالم مثل قضايا الإرهاب وسياسه البحرين تجاه الارهاب ناقشهم ايضا ما يتعلق بسياستنا تجاه حقوق الانسان والحقيقه بان البحرين تتمتع بتشريعات ومؤسسات تضمن حقوق الانسان سواء كان المواطنين او سواء كان المقيمين وايضا شرحنا لها ما تتمتع به البحرين من تسامح ما بين الاديان المختلفه ومركز جلالة الملك للتسامح وهذا الحقيقة اللي صار لبعد محلي وإقليمي ودولي أنا سعيدة جدا لوجودي في مملكة البحرين ولقد عملت مع الوفد البحريني في الاتحاد البرلماني الدولي لعدة سنوات وأعرف جيدا مدى قدرتهم على الالتزام وتحمل المسؤوليه انا سعيده ان اكون هنا لارى التطور الهام في الحياه الديمقراطيه والنتائج الهامه في هذا الصدد خصوصا فيما يتعلق بمشاركه المراه في العمل السياسي وهذه رساله قويه ترسلها مملكه البحرين للمنطقه وبالطبع لكل العالم